طب ايه قولك يا بت في اللي يخليكي تفضلي قاعده هنا على طول؟ حطه فوق راسي. طب بصي، انت لو اشتغلتي شغلانه كويسه وجبتي قرشين حلوين تساعدي بيهم خالتك، والنعمه ما هترجعك بلدكوا تاني. انت قلتي شغل البيوت عفش يا بت. هو انا بقول لك تشتغلي في البيوت؟ بصي انا بفكر اخليكي تشتغلي معايا في الدلاله. لفي معاكي يعني؟ مش شرط تلفي. بصي اصلا عندي مشكله، عايزه اشيل البضاعه في حته بعيد عن البيت وبعيد عن الحار، بس يا اختي كل ما برجع بيها والمصحف باخد عين ما ببيعش ولا حته، فعايزه احطها في حته بعيد. فانت تاخديها تشيليها في بيتكم، تجيبيها لي اول النهار وترجعي بيها بيتكم تاني، وهتاخدي اللي فيها الاسم. بصي يا اختي كنت هتتعبي من اللف، مش مهم، شيل البضاعه بس عندك. انا بحب اللف والخروج اصلا. خلاص بكره يا بنت هتنزلي تلفي معايا. ماشي، وخالتي مش هتقول حاجه على فكره. يبقى توكلنا على الله.